واحد اتنين بلجيكا راحت فين؟ مسا 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 صلاة قوليلي كلمة واحدة بس ناحية مصر 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 اديله درويش درويش يا جماله درويش 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 يا جماله درويش درويش درويش. ايه رايك النهارده بالماتش؟ صراحه الماتش كان كتير حلو. اوكي طالع هنا وتحيه للشناوي. اوكي وتحيه لابو صلاح. تحيه لابو صلاح. تحيه لابو صلاح. ايه رايك النهارده في المباراه؟ ايه رايك النهارده ماتش ديما المغرب؟ ديما المغرب. اوه المغرب ان شاء الله المغرب تكسب. مبروك عليكم. مبروك عليكم وحده. شجع المغرب يا شباب. شجع المغرب ام الدنيا. اوكي وقد الدنيا. اوكي وهتفضل قد الدنيا. الله اكبر. وتحيا مصر. تحيا مصر. خساره المنتخب ده ما يروحش كاس عالم. الله. والله خساره. الحاجه اللي تقهر بقى ان احنا بالاداء ده ما نوصلش كاس العالم في الاخر. يعني دوله الكويت الشقيقه الحبيبه احلى استضافه بلدنا الثانيه و كاس العالم خسرنا. ليالي يا ليالي يا ليالي شناوي سد العلي ورام كاس عالم ما يبي يخسرون احد. في عذر. في كلام جدي. كلام جدي. تستاهل. شلون تشوف المباراة اليوم؟ وايد حلوة. الاجواء شلونها؟ قوية عجيبة. ان انا ما احبك ومتابعك من الف للياء. سواها والله. شنو تقول لهم؟ والله كفو منهم والله. صدق؟ هم اللي شرفونا والله مصر. والله. اي والله الباقي كله خسر. تحيا مصر. حلو. حلو كذا. الملكة حتشوف سوق. واحد. تقول ايه للمنتخب المصري؟ مصر. يلا. مص 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 أبو صلاح فخر العرب وفخر مصر. تحضر دولة الكويت يؤدي إلى حضارة عريقة. منتخب مصر تحفة بجد؟ اه والله. ليه؟ لعبهم حلو. الله. أبي يدخلوا في كورتوا ما شاء الله. الله أكبر. ده أنا أقول له أحسن واحد في الدنيا أبو مكة. لو قلت لك حديك طاقية لخفة وتنزل الملعب تسلم على أي لاعب وتقول له كلمة هتقول له إيه؟ هقول لمحمد صلاح احنا كلنا بنحبك وفي دارك وان شاء الله تاخد احسن لاعب في العالم. بطل. نبي نقول ان شاء الله مصر راح يفوزون. يا رب راح يفوزون اليوم وان شاء الله راح نشوف محمد صلاح واللي معاه كلهم يفوزون اليوم. حبيبي صلاح. صلاح صلاح طبعا صوره بس معاه. شباب شباب هم توم ولا انا يتروالي؟ التجمع العربي ده جاي عشان خاطر مو صلاح. والشباب الثانيه؟ لا لا هو مو صلاح. اهو صلاح. مو صلاح. مو صلاح. هروح لمحمد صلاح. وتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ تعالي مش بتبص علي. الله اكبر. ليه ما بتبصش عليها صلاح؟ ليه؟ قول له هنا هيبص عليك. انا بتريليون. انا الدنيا كلها عايزه تشتريني. انا غالي جدا.